عموما ننتقل للمباراة الأخرى، مباراة الاتفاق والتعاون بشكل سريع. أيضا الاتفاق اليوم أيضا يسجل أول انتصار له في هذا الموسم على حساب التعاون بهدفين. نتابع أهداف المباراة. كرة اللعب على طول وتتخلص، جول جول أول اتفاقي، كارلوس سانتوس يسجل أول أهداف الاتفاق، أول أهداف الاتفاق. الله عليك الله عليك الله عليك، سانتوس يسجل، فقط الاتفاق فقط الاتفاق، وبالتالي يسجل أول أهداف المباراة. الفرحة موجودة للجماهير، وكارلوس سانتوس قائد الفريق الاتفاقي في هذه المباراة يسجل أول أهداف الاتفاق. حلوة حلوة، شوف الإعادة بالرأس وخلص المدافع، كملها كارلوس كملها كارلوس. هذه الأولى، شوف هذه الأولى هذه الأولى، الثانية موجودة لكارلوس ويسجل أول أهداف الاتفاق. فرحة اتفاقية وتتخلص مرة ثانية على طول. يحيى الشيري مرتدة سريع على الاتفاق، سريع يحيى يلعبها ممتازة للزقعان، الزقعان يعدي ويمر، لكن التغطية موجودة، الاتفاق يحطها، جول جول جول، اتفاقي ثاني، جول اتفاقي ثاني. صعب المهمة على التعاون، صعبة من التعاون، صعبة على التعاون، صعبها حمد، صعبها حمد وجابها حمد، حمد الحمد سجل الهدف الثاني. الفرحة موجودة في المدرجات، وحمد الحمد صعبتها يا حمد، صعبها حمد على التعاون وسجل الهدف الثاني. شوف 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 الزقعان اللاعب المبدع حقيقة، عدى 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 والزقعان هياها لحمد، وحمد حطها على مين، حارس المرمى. هدف ثاني اتفاقي، هدف ثاني اتفاقي. ألف مبروك للاتفاق، حظا أوفر للتعاون. بشكل سريع أحمد العقل، كيف تشوف الاتفاق؟ كان مخوف جماهيره بعد البداية المتعثرة. والله شوف، هو الطبيعي اللي حدث الاتفاق، مدرب جديد، حارس جديد، خروج سياف، خروج يحيى عتين، خروج تيجالي، عناصر كثيرة تركت الفريق مؤثرة كانت، فدخول ناس جدد على الفريق يبغى له وقت على أساس يتأقلم، ما كان المعسكر كافي. للأمانة هو لعب في رمضان مع الوحدة والاتحاد ما كان سيء، لكنه خسر من الاتحاد، بس ما كان سيء يعني. الشوط الأول كان مرة كويس ضد الاتحاد، ولكن في نهاية المباراة في آخر 20 دقيقة الاتحاد جاب 3 أهداف. اليوم يعني إن شاء الله أنها عودة جيدة للاتفاق اللي قدامه برضو بطولة الآسيوية، نتمنى إن شاء الله أنه مع الفريق الأندونيسي يحقق إن شاء الله نتائج إيجابية. بمناسبة مباراة التعاون الأهلي تحددت ولا؟ إن شاء الله توهق حددت والله يعني، نقول إن شاء الله سكنت يعني في إن شاء الله. طيب التعاون هو ملعب المباراة واحدة لأنه أجلت له مباراة، يسجل خسارة اليوم، ما نستطيع أيضا أن نقول الفريق غير جيد. لا لا طبعا ما نقول، بعدين يعني وأنا ما أبغى أدخل في أمور التحكيم، لكن والله شفت له حقيقة ضربة جزاء يعني ما يمكن، لكن الحكم نقول تقدير الحكم والمحللين التحكيميين يقدرون. اللي أقول أن التعاون يجب أنه ما برضو يتسرعون في الحكم، الفريق يعني ليس سيء. الشيء الجميل الثقافات الجديدة اللي في الموسم الرياضي، كابتن الاتفاق اليوم لاعب أجنبي، هذا يعني حقيقة دائما أنا ضد بالأقدمية، أعطي اللاعب اللي تحس أنه فعلا مؤثر، روحه قيادية. النصر سواها قبل سنوات مع موسى صايب اللاعب الجزائري، وبالفعل كان يستحق القيادة وقتها، يعني هذا مي بادر من الاتفاق، سبق النصر وبعض الأندية. أنا أقول الكابتنية يجب تعطي للاعب الأكثر تأثير، مثلا حسين عبد الغني لو غاب أعطيها حسين عبد ربه لتحسن فيه روح القيادة. فأتمنى إشارة الكابتنية ضرورية في الفريق لقيادته ومساعدة المدرب على قيادة الزملاء. طيب نشوف حديث الجانبين بعد نهاية المباراة. الحمد لله على كل شيء، بس زي ما انتم شايفين يعني ضربتين جزاء صحيحات 100%، والجول الثاني ما جاء فينا ضربه جزاء لنا صحيحه، اجت جول علينا. والله ما انا عارف شو بدي احكي لك اكثر من هيك. احنا هذه مشكلتنا هنا في يعني في الوسط الرياضي، ان احنا نحكم من اول دقيقه ينزل فيها الفريق، من اول دقيقه ينزل فيها اللاعب الاجنبي، ما نعطي اي لاعب فرصه، يعني نحبط الكل. يعني احنا صراحه لنا فتره واحنا نحس انه يعني احنا مستهدفين، تغييرات اوكي ما في مشكله، تتغير زينا زي كل الفرق، يعني كل الفرق تتغير لظروف اللاعبين اللي راحوا لمبالغ جاتهم اكثر، يعني احنا ما فرطنا فيهم، هم
هم اختاروا يعني كل واحد اختار انه يروح، نعطينا كل لاعب منهم مبالغ مبالغ بالملايين، ولكن هم اختاروا انه يتركوا النادي، وهذا شيء يراجع لهم. انا ما اقدر اجبر واحد على البقاء في النادي اذا كان هو يختار انه يروح. فاحنا قدمنا لهم عشان يعرف الجميع ان قدمنا لهم عروض بالملايين وليس بمئات الالوف، لا قدمنا لهم عروض بالملايين ولكن هم استحبوا ان يروحون. يمكن يعني حصل خطأ السنة الماضية، نحن دفعنا مبلغ كبير في تجديد عقد فايز مقدم، فالكل صار ينظر لهذا المقياس ان احنا لازم في كل عقد لازم ناخذ مبلغ كبير، واحتمال يكون هذا احد الاسباب. ولكن عموما يعني احنا من يريد الاتفاق فاهلا وسهلا فيه واحنا نرحب فيه، وزي ما قلت احنا نفعله ودفعنا بالملايين للاخوان اللي راحوا، ولكن مفضلون يروحون. هذا امر طبيعي ان التغيير. ايضا الاستعداد، احنا يعني استعدينا في نهاية شهر 6 في بداية شهر 8 يعني بعد 30 يوم أو 35 يوم، مدرب جديد، لاعبين أجانب جدد، ففريق فيه متغيرات. دخلنا جولتين في الدوري، طبعا الجولة الأولى اللي مع الوحدة هنا كان مفترض نكسبها وما وفقنا. أيضا مباراة الاتحاد ما كنا جاهزين، ما كان الفريق جاهز، خسر في آخر 10 دقائق أو ربع ساعة. ما يعني ما هو مقياس ان احنا نبتدي يعني نحكم على المدرب ونطالب باقاله المدرب ويطالب باقاله الاداره وما ادري، كلنا نتكلم في كل جهه. اتركونا، انا متاكد انه لو احنا كنا متقدمين يمكن ما يعني وجهت الانظار لنا بالشكل اللي احنا شفناه اثناء الجولتين السابقه. عموما ما زال هناك عمل كبير يجب ان يقوم فيه اللاعبين، يقوم فيه الجهاز الفني. اليوم شفنا يعني اقناع في الاداء، نحتاج الى شويه وقت. انا ماني مستعجل بصراحه، اقول والله اللاعبين لا قدموا اليوم كل شيء، لا امامنا لسه الكثير، امامنا يعني مشوار طويل. طبعا الكل ينظر خايف من البطوله الاسيويه، ولكن ان شاء الله من هنا الى البطوله الاسيويه بعد شهر او اقل من شهر يكون الفريق جاهز بشكل افضل. لاعبين الاجانب ايضا اكتملت جاهزيتهم وحاضرين، والمدرب تعرف عليهم اكثر، ويفيدون الفريق باذن الله. شكرا. استاذ احمد صبيح بلشت اليوم. طيب الاستاذ عبد العزيز الدوسري، مستهدفين اتركونا، شعرت بهالشيء؟ شعرت. ولا تشعر انه يبالغ؟ لا حقيقي، لا والله ما يبالغ. وانا عبد العزيز الدوسري والله يعني ترفع له القبعه دائما. اول شيء يعني تحس انه يتكلم بألم صح؟ نعم، لانه يتحمل مسؤوليه نادي لوحده وينافس عندي كبار، يعني ناس خطوه من ابرز اثنين اللي هو الهداف والمدافع سياف وتيجاج. يعني لو كان اتفاق يملك الامكانات، لو كان في اعضاء شرف فعلا فاعلين وقفوا مع عبد العزيز الدوسري ما راح لعيبه الاتفاق. هذا الاعتراف طبعا. اللي اقول انه عبد العزيز الدوسري يتكلم بحرقه، لانه فعلا الاتفاق يحتاج الى يعني في وضع الظروف، الانديه تعتمد على اعضاء الشرف، على دعم، على شركه راعيه والى اخره، يحتاج الى وقفه رجالات شرقيه. وانا اعرف انه في الشرقيه يعني رجالات يحبوا الاتفاق وعلى درجه من الثراء، يجب ان يحط يدهم بيد عبد العزيز الدوسري. طيب. باستثمار معين. المهم انه عبد العزيز الدوسري يتكلم من الم. احمد، هذه تصير الاستاذ عبد العزيز والجميع رؤساء والعاملين في الانديه مع ضعف النتائج او مع سوء النتائج تجد عليهم ضغط من الجماهير، سواء كانت جماهيريه النادي كبيره او جماهيريه قليله. تجد الاتصالات ما توقف على المسؤولين في النادي، فريقنا سيء، انت فرطت في اللعيبه، انت ليش شلتوا هذا اللاعب جبتوا هذا اللاعب، ليش شلتوا المدرب هذا وحطيتوا المدرب هذا، فتجد عليه ضغط. فهو لما كان تنفيس يعني مع الفوز وكان تنفيس عن الضغوط اللي كانت طلع في قلبه موجوده عنده. الواحد هو فايز يعني يتكلم براحه اكثر. طبعا. عموما في مباراتين باقي حنتكلم عنها ان شاء الله بعد الفاصل، ثم نعود لكم، لا تذهبوا بعيدا.